السلام عليكم، انا محمد امين بن سالم، عمري 22 سنه من تونس. اليوم حبيت نحكي لكم على السكته القلبيه. السكته القلبيه الان مصنفه كاول سبب وفاه في العالم. عند ظهور اعراض السكته القلبيه لازم القيام بانعاش قلبي رئوي في اللحظات الاولى، ولكن مع الاسف في اغلب الاحيان ما يكونش موجود فريق طبي على عين المكان. احنا في هذا الاطار قمنا بتطوير جهاز يقوم بعمليه انعاش قلبي رئوي، بس مش في المستشفى، اون ذا سبوت. الجهاز هو عبارة على اسطوانة من الغاز المضغوط ووسادة هوائية تركب على الصدر، تعمل على تدليك القلب لمدة 30 دقيقة دون انقطاع. في مقولة تقول أنه المسعف هو طبيب اللحظة الأولى، فهذا الجهاز يقدر يكون هو المسعف وهو طبيب اللحظة الأولى. أنا بس بدي أسألك سؤالي. هلا عادة دورات الإسعاف الأولية لما بيعلمونا how to do the chest compressions بيكون كمان في تنفس، فكيف جهازك عم يعوض عن؟ إحنا في الوقت الحالي اشتغلنا على ال chest compression وجربناه تحت إشراف رئيس قسم الإنعاش بمستشفى صفاقس. عجبوا أكثر شيء أنه device intelligent، فهو ما بيعطيش CPR موحد للجميع طبقا للregulations، لا هو بيحسب قديش قوة هذا الشخص. بس target Sorry.